أنا شطرة وأمورة، بلحة ولهلوبة، لو سألوني أجاوب فورا يفهموا إن أنا روشة القروبة. طب جربوا كده. قديمة عارفاها، اتشطروا انتوا بس وجاوبوا على سؤالاتي بشرط تعرفوا الأول تليفوناتي. تليفونات ايه؟ هو موبايل واحد بس. يلا قول ورايا، حظوا. 2 3 2 3 2 ايه؟ 3 2 كام؟ 3. يلا سهلة قوي، 2 3 2 3 2 3 2 3. يلا 2 3 مرتين ورايا، 2 3 2 3. هوب هوب هوب، هايل. خدوا بقى جايزاتي. استنوا، مش الأول أقول لكم سؤالاتي؟ أولا مسابقتنا أسبوعية، والجايزة 1000 من الجنيهات المصرية، طبعا هي فنية. من هو حارس المرمى المصري الذي أحرز هدف في مرمى الخصم؟ عصام الحضري، نادر السيد، إكرامي. معرفتش ما يهمكش، كشكشها ما تعرضهاش. ها عرفت، هايل. هاي يلا بقى بينا موبايل.